السلام عليكم. برنامج ايرفيس بيعمل ايه؟ بتدي له البوينت كلاود وهو يبدا يحوله لك لموديل بيم، فبيبقى فيه ليه جهاز ليزر سكان حطيناه في المكان، وهو قدر ان هو ياخد حول المكان لبوينت كتيره. هو بيبدا ان هو يحاول يتعرف على العناصر الموجوده، يعرف ان دي مثلا باب، شباك، حيطه، ده السقف، ده الارضيه، وهكذا. ويبدا ان هو يعرفها كاتيجوري مظبوطه في برنامج الريفيت. فهو برنامج معتمد على الذكاء الاصطناعي في التعرف على العناصر الموجوده، لان ممكن يكون المبنى فيه كاتيجوري كتيره جدا، زي مثلا في بايب، في ضغطات، في حاجات مختلفه، فهو بيبدا يتعرف عليها. المبنى كله مش دور دور، بيبدا ان هو يتعرف عليهم كلهم ويبدا ان هو يحوله لريفيت. طبعا مش معنى كده ان انا هديله بوينت كلاود هو اوتوماتيك كل حاجه اعملها لوحده، لا، لكن هو بيسهل عليا حاجات كتيره، بدل ما كل شويه انا بضطر اخش سكاشن واخش في ال2 دي وال3 دي عشان اعمل الموديلنج. هو ده بيساعدني في عمل الليزر سكان.